سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام الملك ملكه والأمر أمره والخلق خلقه والعبيد عبيده والملائكة من خشيته مشفقون والرسل من هيبته مطرقون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون آوانا وكفانا ومن كل ما سألناه أعطانا فله الحمد على ما هدانا وله الشكر على ما آوانا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب ها نحن ببابك واقفون ها نحن ببابك واقفون ولعفوك مؤملون ولجناتك راجون ومن عذابك مشفقون نستمطر رحمتك نستمطر رحمتك ونرجو جنتك يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا منتهى كل شكوى ويا صاحب كل نجوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها نسألك يا سيدنا ويا ربنا ويا غاية رغبتنا نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار أن تعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا وولاة أمرنا وعلمائنا من النار وأن تدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا من لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا يا من لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا وبالغفران والرحمة بعباده موصوفا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم
إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بشرنا بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم وفقنا لقيام وصيام ما تبقى من شهر رمضان، ووفقنا لإدراك ليلة القدر وقيامها إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا مجيب الدعوات ويا مغيث اللهفات ويا فارج الكروبات. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واحفظ أولادنا وشبابنا وفتياتنا ونساءنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين. اللهم ضاعف لهم الأجور والطف بهم في القبور وآمنهم يوم البعث والنشور. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية. اللهم وأطل في عمره على طاعتك، ومن كان منهم ميتا اللهم فأنزله منازل الرضا والتكريم، واجمعنا به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ووفقهم لكل ما تحب وترضى. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء أو فتنة أو إرهاب، اللهم فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك يا من لا تضيع عنده الودائع، اللهم إنا نستودعك رجال أمننا وجنودنا المرابطين على ثغورنا. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك يا خير الحافظين. اللهم وفق حكام المسلمين لهداك، واجعل عملهم في رضاك. اللهم وفقهم للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك يا من يعلم ما في ضمائر الصامتين، ويا من يملك حوائج السائلين، اقض حاجاتنا وحقق آمالنا وأجب دعواتنا، ولا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة، هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا وأعنتنا على قضائها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى خيرة خلق الله المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى.